واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، واللي أعلن عن قيام فريق بحثي من مركز بحوث الصحراء بتنفيذ تاني محطة متنقلة لتحلية المياه، ده في منطقة شلاتين. أوضح بأنه المحطة بتعمل بالطاقة الشمسية بتقنية كمان بتقنية بتسمى بالتناضح العكسي وبنظام الدوران الذاتي وفق حركة الشمس، ده على مدار اليوم. ده جاء في بيان أصدرته الوزارة النهاردة، حيث أنه أوضح هذا البيان بأنه ده بيأتي في إطار الحرص على مواصلة خطة تنمية المناطق الأكثر احتياجا وإحداث تنمية زراعية مستدامة في المناطق الساحلية والحدودية، خاصة في سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين. ويعني بالنسبة لنا ده خبر جميل، لأنه في الآخر بيستخدم طاقة متجددة، يعني تكلفتها بس وقت ما بتتعمل تقريبا ما بتكلفناش زي استخدام الطاقة الغير متجددة، بتكلفنا وقود أيا كان نوعه.